Chers amis étudiants, nous allons reprendre un peu le contact après l'avoir un peu suspendu. Je vous rappelle que nous sommes dans la période de la Renaissance européenne et nous devons analyser, comme nous l'avons commencé depuis le début, l'analyse des mutations qu'ont subi les activités physiques ou les activités corporelles, qu'on peut appeler les activités ludomotrices. Donc, الموضوع هو أرجع بكم إلى البرنامج وهو الاستعراض لكل النشاطات البدنية والنشاطات ذات الطابع الرياضي والنشاطات التسلوية أو الترفيهية الجسدية. وكنا مرينا على مراحل متعددة ابتداء ب رجل المغارات ورجل البدائي إلى أن مرينا بالحضارات القديمة بما فيها الحضارة بين الرافدين وحضارة الفراعنة وحضارة أيضا اليونان والرومان وحضارة الكريت وغيرها وقد تمكنا من إدراك ما كان من نشاطات بدنية أو من ممارسات يختص بها الإنسان وما هي دوافعها وحوافزها ومنتهياتها. إذن وكان زدنا شفنا بعد ذلك انتقلنا إلى انحطاط الرومان ونهاية الحضارات بما في ذلك النهاية التي انتهت بها الألعاب الأولمبية التي وضع على حدا الإمبراطور تيودوز في تقريبا سنوات 300 و400 بعد الميلاد. ثم تلا ذلك تلت هذه المرحلة أو أتت المرحلة التي انغمس فيها الوجود الأوروبي أو المجتمع الأوروبي في غياهب سيطرة الكنيسة، وبذلك تم نبذ وتذميم الحركات البدنية وكل ما ينجم عن الجسم، وهو كان مصدر السوء، وكأن الجسد هو الذي يسيء بالإنسان. والديانة المسيحية كانت ترفض تماما وجود الممارسات البدنية أو الحركات أو النشاطات المتعلقة بالجسد. و في هذه الفترة إذن النشاطات البدنية انخفضت إلى أدنى مستوى، ولم يبقى منها إلا النشاطات المرتبطة بالحياة الحربية، لأن هذه المرحلة كانت مرحلة الأوبئة ومرحلة الحروب الطويلة ومرحلة الحروب الصليبية ومرحلة الحروب بين المجتمعات الأوروبية، بين الدول وما أشبه ذلك من إمارات وإمبراطوريات وغيرها. ثم انتهينا بذلك بعد ذلك، في حين أن المجتمع الإسلامي كان في أوج ازدهاره، وتم الفتح بتغطية البحر الأبيض المتوسط من الشرق إلى الغرب، وبذلك كانت الحضارة الأندلسية التي ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية، مما مكن الأوروبيين من الدخول بعد العصر الوسيط إلى مرحلة النهضة. ونحن الآن نحن في مرحلة النهضة الأوروبية، والنهضة هذه لم تكن لو لم يكن أثر المسلمين أو الحضارة الإسلامية خاصة من الأندلسية على حياة أوروبا. وأهم ذكر في ذلك هو أن
نحن تكلمنا في السابق في الحضارات القديمة أن الكتابة كانت بمثابة بروز الحضارات وبروز العمران وبروز القانون وغير ذلك، لكنها بقيت على سبيل المخطوطات في على القراطيس، وكانت تختص بأماكن متعددة وبفضاءات تختص باحتلال الفضاءات الكبرى لكسب المعرفة في قراطيس كبيرة الحجم ولا ترتقي إلى الكتاب الذي تأتي به الحضارة الإسلامية. والحضارة الإسلامية كانت جعلت من القراطيس كتبا وأنشأت صناعة الكتاب بما في ذلك الكتابة بكل تخصصاتها وتخطيط الحروف وانتهاج الأساليب الخاصة.